ونستهل احتفالنا هذا بآيات بينات يلقيها ويرتلها على مسامعنا الأخ الأستاذ القارئ عبد الرضا عبد الحسين، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كل الشكر والتقدير للقارئ الأستاذ عبد الرضا عبد الحسين على حسن تلاوته، ونتمنى له مزيدا من التوفيق إن شاء الله.